واحد يسولف يقول صاحبي عنده شركات ومقاول، يقول مشكلة هذا الرجل كل ما يقدم على عقد بوزارة بدائرة بشركة ما يحصل، يركض وماكو ما يطلع له. فيقول جاني في يوم من الأيام قلت له يابا، قال لي يابا أنا شو ما أحصل. فقدم على وحدة من الوزارات، فيقول قلت له عندنا ولد صديق هناك ونعرفه وحجي وخوش آدمي ممكن يعاوننا نحصل لك عقد. فيقول اتفقنا مع هذا الرجل على أنه يحصل لنا عقد حتى نمشي حال هذا، لأنه وين ما يذبها سودة مصخمة. فمشت الأمور ومشى العقد، قالهم يابا أنا أخذ 10 شدات بس هاي الفلوس ترى مو لي، لأن إحنا ورانا أيتام ورانا فقرة، وتدرون الدولة يعني عايفة ذولا هاي الشريحة، فهذا أصبح تكليف برقابنا إنه إحنا ذولا الأيتام نوفر لهم هاي الأموال، ولذلك إحنا تعاملنا وياكم. يقول حان موعد تسليم الفلوس، فريد نطي قال لا دقيقة أنا حرام ما أخذ. فيقول طلع من جيبه 10 شكليتات قال هسه راح يصير بياناتنا بيع وشراء، أنا أعطيكم 10 شكليتات وأنت تعطوني 10 دفاتر، بمعنى أنه أنت اشتريت 10 شكليتات ب10 شدات. معنى الكلام أنه حرامينا قذر وحرامينا وكح وحرامينا ما يستحي من الله وما يستحي من الدين وما يستحي من المذهب الذي ينتمي له. أنتوا سامعين شكليته بدفتر، شكليته ب10,000 دولار حتى يشرعن وحتى يحلل السرقة، يقول له أنا أبيع لك وأنت تقول قبلتو، وهي هاي مال قبلتو طبعا هجمة بيوت قبلتو. ولذلك عندما نفكر أو يفكر الآخرين أو نتشارك معهم بالتفكير للقضايا على الفساد والفاسدين، أول شيء يجب أن يتوارد إلى ذهنك أنه أنت لازم مقوارك وياك. هذه حقيقة، لا يجي لي واحد يخبر لي تقول الديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمات الدولية ما تقبل وهذا تجاوز على حقوق ذني، كلهن أنا ما أشتريهن ببريزة، لأنه حقوق الإنسان أهدرت عندما تمكن الحرامي من أن يكون وزير، وين حقوق الإنسان لما يصبح نائب، وين حقوق الإنسان لما يصبح مدير عام ويصبح فاسد. وأنا بهذا البرنامج على مدى 18 سنة قدمت قصص، وقدم معي كثير من الشرفاء قصص تقترب من الخيال. لذلك من يفكر بأن يحارب الفساد، أولاً يجب أن يتكئ على الخيرين، ثانياً يجب أن يكون شجاعاً وفارساً، وثالثاً أن يجب أن يقبل المواجهة، ورابعاً أن يكون مستعداً للموت، وخامساً عليه أن يزور المقابر العراقية ويشوف ايش قد ناس من مات كمداً ومن مات جوعاً ومن مات مغدوراً ومن مات بسبب هؤلاء الفاسدين. لذلك اليوم لما نعود للمناقشة، يعود النقاش من قبل الطبقة السياسية باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، والله ما نشيت وعنوان حلو، لكن عرفتوا منهم الحرامية؟ الرد على العادة القديمة، نبدأ بالصغار ماشي، هم وياكم بديتوا بالصغار، والآن أكو عندكم 3-4 الصغار اعترفوا على الكبار، والكبار الآن مرشحين بالانتخابات، والكبار الآن يمتلكون مليارات، والكبار يمتلكون جزر، والكبار عليهم شهادات أو عليهم إفادات، ليش ما يجون للقضاء؟ أنت بداخل بلدك الآن الكبار حرامية وموجودين. زين باكر من تروح للاتحاد الأوروبي، تروح المنظمات الدولية، تروح إلى الآخرين، تروح إلى محكمة لاهاي، قال لك أبو الوليد شو تريد؟ يقول له والله عندنا فلوس مهربة. يقول له المهرب شي قاعد يمك خوي، والمهرب شي حاكم، والمهرب شي نائب، والمهرب شي مدير عام، والمهرب شي صاحب مصرف، والمهرب شي يشتغل مع الدولة الفلانية. فأبويا روح كمشة منك أو تعال علي. مع احتراماتي إلى كل العناوين من الشرفاء
والوطنيين الذين يقاتلون ويستقتلون في سبيل الدفاع عن أموال العراق.